بسم الله الرحمن الرحيم. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. صدق الله العظيم. أعزائي المشاهدين، هذا الفيلم ليعطى نبذة عن جمهورية مصر العربية والأماكن التاريخية فيها والمزارات العريقة الإسلامية التي تحكي عن هذا التاريخ. نرجو لكم مشاهدة ممتعة، وإذا أعجبكم الفيلم نرجو إبداء الإعجاب والاشتراك في القناة من أجل دعم القناة ولتصل إلى أكبر عدد ممكن من المشاهدين. وهاي أول مرة أشوف نهر النيل الجميل. وهاي المنطقة شو اسمها؟ ده الملك الصالح. الملك الصالح. نعم. منطقة الملك الصالح، يعني منطقة قديمة. نعم. أحسنت. المقطم فوق الشكو. المقطم. نعم. تعرف تجيب. شايفه بص؟ مباني هي أيوه، هاي المباني وذاك الجبل. هو الجبل. هذا جبل المقطم يصير. أيوه. نعم نعم ما شاء الله. نعم. بارك الله فيك. أبو عبد الله. تسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن في حي السيدة زينب، وهذا الشارع اسمه شارع السد، شارع مشهور ويمتلئ في شهر رمضان بالصائمين وزوار السيدة زينب، بحيث هذا الطريق لا يكون طريق للسيارات وإنما فقط للمشاة، فقط للناس لكثرة الازدحام وكثرة زائري جناب السيدة زينب عليها السلام. نعم، شارع السد يقال له شارع رئيسي مؤدي إلى مقام السيدة، وأيضا حي السيدة زينب هذا، وهذا هو مقام السيدة زينب عليها السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا بنت خير الرسل، السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، السلام عليك يا أخت الحسن والحسين عليهما السلام. ما شاء الله هذا المقام. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا مقام السيدة زينب. رزقكم الله إن شاء الله الزيارة، وتجون تزورون السيدة، وإن شاء الله يقضى حوائجكم وحوائجنا بجاه السيدة زينب عند الله. شفت حضرتك الحنان الصغيرة دي لما طلعنا من الشارع على هنا؟ نعم. أمام السيدة دي في الأيام بتاعت رمضان كنت تاخد الحتة دي المسافة دي بساعتين بعربية. ما شاء الله ما شاء الله. بساعتين. صحيح. نعم، شهر رمضان. مقام السيدة زينب ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مسجد ومقام السيدة زينب عليها السلام في القاهرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيتها التقية في النقية. السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت فاطمة الزهراء سلام الله عليها، السلام عليك يا أخت الحسن والحسين عليهما السلام. السلام عليك يا زينب الكبرى. الرحمن الرحيم. السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا أخت الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة من الناس أجمعين، السلام عليك أيتها الصديقة وابنة الصديقة، السلام عليك أيتها التقية النقية،
السلام عليك أيها الراضية المرضية، السلام عليك يا سيدتي وابنة سيدي وابنة سيدتي، ورحمة الله وبركاته. نسأل الله أن يرزقنا زيارتك في الدنيا ما أحيان الله، وشفاعتك في الآخرة إذا توفانا الله، وحشرنا الله معكم أهل البيت بمحمد وآل محمد. السلام عليك أيتها السيدة الطاهرة يا زينب الكبرى أم المصائب، ورحمة الله وبركاته. هذا مقام سيدتنا ومولاتنا السيدة زينب عليها السلام في القاهرة، وهذا هو المسجد والمقام هنا في وسط مدينة القاهرة بمصر. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. إن شاء الله متوجه لزيارة السيدة زينب، وهذا جامع السيدة زينب عليها السلام، متوجه لزيارتها إن شاء الله نيابة عن الجميع إن شاء الله. اللهم وفقنا لزيارتها وشفاعتها بمحمد وآل محمد. هذا الباب، باب الدخول، سأزور نيابة عن الجميع إن شاء الله، جميع الأرحام والأقرباء ومن يخصني، وعلى الخصوص قراء القرآن الذين يقرؤون معنا القرآن، خصوصا الصفحة اليومية والتفسير، بإذن الله نيابة عنكم جميعا، ونيابة عمن سألني الزيارة والدعاء. اللهم يوفقنا للزيارة ويكتبها لنا ولكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله وبالله وفي سبيل الله. بسم الله. تفضل حاجي. تفضل حاجي. تفضل حاجي. صل على النبي. صل على النبي. تفضل. صل على النبي. صل على النبي. اللهم صل على محمد. شريف المقام الطاهر للسيدة زينب عليها السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا مقام السيدة زينب عليها السلام. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة، تبدي النياحة ألحانا فألحانا، مسجورة القلب إلا أن عيونها كالمعصرات تصب الدمع عقيانا، تدعو أباها يا والدي قد حكمت فينا رعايانا، وغاب عنا المحامي والكفيل، فمن يحمي حمانا ومن يؤوي يتامانا؟ إن عسعس الليل وأراب ذل وجوهنا، وإن تنفس وجه الصبح أبدانا. قم يا علي، فما هذا القعود؟ وما ظني تغض على الأقذاء أجفانا؟ قم يا علي، لعلك من أسر ألم بنا تخلصنا، وتولى أمر موتانا. يبوي علي اللي الهواد، وانا غريب وما لي احد، وبعد بي من يبوي القلب يضميد، بالحسين هل عندي مدد
وابن والد العباس ما ريت وابن والد العباس ما ريت القلب ساجم على ابن امي وداوي تضعضع وانهدم حيلي وداوي لا مجروح حتى قعد وداوي ولا غايب وقولي عودي لي ولا غايب وقولي عود يعود لي. اللهم صل على محمد وآل محمد، صل على السيدة زينب عليها السلام أم المصائب، السلام على جدها رسول الله، السلام على أبيها أمير المؤمنين، السلام على أمها فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا مولاتي وعلى أخيك الحسين الشهيد وأخيك الحسن السبت عليهم السلام. اللهم ربي لا تحرمنا زيارتها في الدنيا ولا تحرمنا شفاعتها في الآخرة لمحمد وآل محمد، ونحن في أمل لنيل شفاعتها في الآخرة على حبها والسير على منهجها ومنهج الإمام الحسين عليه السلام. الله يتقبل منا ومنكم ومن المؤمنين ويقضي حوائج شيعة أمير المؤمنين في كل مكان. الله يتقبل أعمالكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا سيدتي وابنة سيدتي وابنة سيدي ورحمة الله وبركاته. تفضل يا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على السيدة زينب. تفضل يا حبيبي. هلا وياك السيدة زينب عليها السلام. الله يقضي حوائج المؤمنين والمؤمنات. بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. السلام عليك يا بنت سيد الأنبياء ويا بنت خير الأوصياء. اللهم صل على محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هؤلاء الناس الطيبون المؤمنون في زيارة السيدة زينب يحبوها حب فطري ما شاء الله. ما شاء الله. أزور سيدتي ومولاتي بصالة عن نفسي ونيابة عن والدي ووالدي والدي وإخواني وأخواتي وأهل بيتي وذريتي والمؤمنين والمؤمنات ومن وعدتهم بالزيارة والدعاء ومن قلدون الزيارة والدعاء، وخصوصا إلى قراء القرآن الذين معنا في الجروبات، أنا وعدتهم بالزيارة أيضا، سأصلي ركعتي الزيارة مخصوصة لقراء القرآن، وأيضا صلاة الزيارة لكل من وعدتهم بالزيارة وقلدون الزيارة والدعاء في زيارة السيدة زينب عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا مولاتي ورحمة الله وبركاته. السلام على السيدة زينب الطاهرة ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا مولاتي ورحمة الله وبركاته. أقرأ الزيارة كما هي موجودة هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على صاحبة الروضة الشريفة والساحة المباركة بنور النبوة. السلام عليك يا بنت رسول الله. السلام عليك يا بنت رسول الله. السلام عليك يا بنت السيدة خديجة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا بنت الراضية المرضية السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام. السلام عليك يا بنت بحر العلوم وسيد الشجعان علي بن أبي طالب عليه السلام. السلام عليك يا أخت السبطين
والسيدين الحسن والحسين ريحانتي رسول الله صلى الله عليه وآله. السلام عليك بما صبرت فنعم عقب الدار، نزلنا برحابك وجئنا ببابك، ونسلم عليك ونزورك ونطلب من الله ونسأله بفنون الدعوة التوفيق العاجل في هذه الدنيا والآجل في الآخرة لمحمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل على السيدة زينب بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا مولاتي ورحمة الله وبركاتك من هذا المكان المقدس المبارك من مرقد السيدة زينب عليها السلام. نسألك اللهم الخير كله، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا كشفته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شافيته وعافيته، ولا غريبا إلا حفظته وأدنيته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا عسرا إلا يسرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. بركة السيدة زينب عليها السلام. السلام عليك يا سيدتي ورحمة الله. ما شاء الله. غالية المعام غالية يا أمي، تدعى الغاف مدد مدد يا نور من نور الحبيب سيدنا النبي أسد، يا نور من أنوار سيدنا الإمام علي أسد، التقي النقي باب سيدنا النبي، عفو حضرة النبي، فتح الحضرة سيدنا النبي وحضرة مولانا الإمام علي. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين، يا مية العطشان يا سد، يا شمس البردان يا سد، يا بحر الحنان يا سد، يا بر الأمان يا سد، يا كريمة يا بنت السادة الكرام، واللي وقف قدام حضرتك عمره ما قام. الله الله، فتح الحضرة ستين السيدة زينب بطل كربلاء. أحسنت، أنعم بها وأكرم، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. فتح الحضرة مولانا الإمام الحسن والإمام الأكبر القائد الأعظم حضرة سيدنا الحسين صلوات الله عليه، أبو عبد الله الحسين سيد الشهداء، سيد شباب أهل الجنة، سيد العظماء، مولانا الإمام الحسين يا حسين. فتح الحضرة سيدنا الحسن وحضرة سيدنا الحسين حسن أبوسك. الله معين. بسم الله الحمد لله. سيدنا الحسين ده سيد العظماء، سيدنا الحسين سلام. سيد الشهداء، سيد شباب أهل الجنة سلام. ده ربنا كرمه وسيده يا أبو رضا، ربنا ما يحرمك منه. ما هو سيدنا النبي قال أهل بيتك سفينة نوح، من أتعلق فيهم ندى ومن أتخلف عنهم الهلاك. ربنا يبعد علينا الهلاك يا رب، وإياك من ركب السفينة يا رب يا رب، يحشرنا في زمرته الشريفة. أنت خادم السيدة حقك، ربنا خادم الحسين، ربنا ما يحرمك من سيدنا. الله يبارك، ربنا يروحك بفضل خاطر أبو رضا ويدي الحق سيد شؤمه أبو محمد ورضي ربنا، ويبعد عنه المرض ونسيك إن شاء الله. يا رب يا رب يجعلكم طيبين دائما، أنت إن شاء الله أنا وأنت وأمة محمد أبو رضا إن شاء الله، وكل الشعب وكل الأمة بخير إن شاء الله، الإسلامية بخير إن شاء الله، مصر مكرومة بيهم. يا ربنا قال وفيها سلميس
صحيح احسن. ربنا قال والله بركات الله ربنا يروح الله يخليك ان شاء الله ويجعل ايامك طيبه. مجد الشهيد حسين استاذ محمد، مجد الشهيد حسين الزين الله يبارك فيك. الله يرضيك ويرضيك، ما يحرمكم من بعض ولا يحرمكم من سيدنا الامام علي ولا سيدنا السيد الزين ولا سيدنا النبي. الله يسلمه الله يسلمه الله يسلمه. سيد صباح ابو محمد، ابو محمد ربنا يخلي له محمد الله يخليه. هو امرني انا خدامه، الله يبعد عنه المرض، الله يهديه. هو عنده حاجه ادعوا له حاجه، ربنا يديله حقه. حاجه النبي السيد صباح ربنا يديله حقه. الله يبارك ربنا يديله حقه، ربنا يديله حقه. وخادمك ابو رضا، ابو رضا ده الكوم الكبير. الله يبعد عنك المرض. الله يرضيك ابو رضا، الله يشكرك وما يحرمك من اهل بيتك. حبيبنا ابو محمد الله يخليك. الله يرضيك ابو رضا، الله يرضيك ويحفظك ان شاء الله. الله يرضيك يا عم. بسم الله الرحمن الرحيم. ها نحن في باحة مسجد الأزهر في القاهرة، وهذا نحن في جامع الأزهر في القاهرة، والجامع في حقيقة مرحلة الترميم، ويفتحوه إن شاء الله يوم الجمعة المقبلة بإذن الله. وهذا منظر رائع للجامع بعماراته وبنائه وباحته. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله لا إله إلا الله. هذا مسجد صلاح الدين الكبير بالقاهرة. ما شاء الله كيف مسجد جميل، ما شاء الله لا إله إلا الله. مع أذان المغرب والملائكة تسبح الله العلي القدير، تسبح لله عز وجل الملائكة ومن في الأرض ومن في السماء جميعا يسبحون الله ويحمدون الله على نعمه التي لا تعد. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الخدمات بتاعت السكرتارية بتاعته، نعم، هذا القصر الملكي الداخلي، القصر الملكي ما شاء الله، قصر جميل، والتاج الملكي فوق القصر طبعا. وهذه خدمات للقصر. أين الملوك وقصورهم والتيجان والحلل؟ نعم ما شاء الله، الفوانيس الليلية، نعم عشان ما فيش نور. نعم ما شاء الله، نعم المشاعل، مشاعل صحيح لحد الآن موجودة، حقته كلها زي ما ما شاء الله. نعم اللي معمولة من نحاس على ذهب ما شاء الله، النحاس الأصلي. أيوة كل فوق تلاقي التاج محطوط. نعم مثل ما كان موجود في الأصل باقي زي ما هو. نعم ما شاء الله. نعم ده فندق فلسطين، فندق، نعم فندق فلسطين ده أصلا يعني اتبنى في عصر السادات. نعم بنا حديثا يعني بعد العهد الملكي، كانش قد يقدر يجي هنا. نعم ولا يخش
زي ما يسموها البندوره اللي كان بيقعد فيها. نعم. كئيبه ما شاء الله. نعم. على البحر. نعم. هو يقعد هنا يبقى البحر قدامه كده. نعم. بس البحر قدامنا ازاي؟ ودي الفناره بتاعت المركب بتاعه. نعم. اللي هو مشي بيها من مصر. اللي مشي على تركيا. ايوه بالمركب بتاعته. نعم من هنا. ما هو المرسى بتاعها الفناره دي. سبحان الله. نعم. ودي اللي في الميه دي خالص كانت الاستراحه بتاعته. وهنا ده ما كانش فيه اي حاجه غير المركب بتاعه هو بس. نعم نعم. لا ما انا هنقف كل ده. سحلة قلعة قائد بي اللي هو كان قائد القوات في زمن محمد علي مسؤول عن حماية الإسكندرية. فالقلعة هكذا تلف كأنها تقع في وسط البحر، كأنه في جزيرة وسط البحر بحيث يكون الماء على يمينها وعلى شمالها. ما شاء الله. دي محكمة الإسكندرية. نعم. هاي أقدم محكمة فيك. أقدم محكمة من أي زمن يعني هاي المحكمة؟ من أيام زي ما أنت شايف الفرنسي. نعم 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 من أيام الاحتلال الفرنسي. نعم ما شاء الله. نعم. هاي هي المحكمة البناية القديمة. نفس الاسم اللغة النصرية بتاعت الزمان. نعم نعم ما شاء الله حتى الكتابة قديمة. محكمة الإسكندرية. نعم ابتدائية. اللي حكمت على أول ست بالإعدام. ها حكمت على أول ست. ها 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 هي هاي. ريا وسكينة هنا. نعم. دي المحكمة اللي حكمت على أول ست. دي المحكمة. هاي المحكمة الجديدة. نعم. فرق يعني بالبناء طراز قديم وطراز حديد. ماما في الجيزة. هاي أول هرمات في الجيزة. الشارع شنو اسمه ده؟ ده شارع الأرض. واحنا هنخش من المنطقة القديمة عشان نتفرج على البيوت القديمة ونشوف ايه كانت عاملة ازاي. نعم. الزمان القديم مش هنخش من الطريق. نعم. نخش ما بين البيوت. في الأزقة. نعم. ما شاء الله. الله يسعد الناس كلها إن شاء الله.
الملك فاروق. الملك فاروق آخر ملك. نعم. وبتاع أبوه وجده وده كان. نعم هذا. نعم. زي قصر عابدين بالضبط. نعم ما شاء الله قصر الممتازة وهو قصر الملوك ملك فاروق و... وقصر أبيه وجده وهكذا. هاي قصور الملكية القديمة في مدينة الإسكندرية. بتاع الملك ده كان بتاع الملك. هذا النفق كان تبع الملك يدخل من تحته. هذا تاج الملك. نعم وهذا قصر الملك. الملك الله سبحانه وتعالى هو ملك الملوك الله الدائم والملوك زائلة. نعم ما شاء الله هذا التاج. نعم ما شاء الله. نعم البوابة نعم ما شاء الله. جميلة. هاي كانت مغلقة فقط للملوك طبعا وبعدها فتحت للناس. ما شاء الله. يا ربي فارفع البلاء فارفع غضبك ومقتك عنا. بارك الله فيك. طبعا احنا في قبر الامام العلامة البوصيري الان مقام الامام البوصيري. ها مقام وليس قبرا. لا ولهم من الله ما يشاؤون. واين اين اين قبره وين مدفون اذا؟ هو هنا مقامه. وقبر وين اين؟ هو قبره هنا ومقامه. ها دفن هنا. نعم نعم ورضوان الله عليه. رضوان الله عليها. طيب الأبدال اللي قلت عليهم 40 واحد. الأبدال 70. طيب وين هذولا؟ 70 دول هم ساكنين في أرض الشام والعراق والله نعلم. طيب متى يظهرون وشو هذولا يعني؟ لا دول هم لا يعلمهم إلا الله. يعرفوا بعض على بعد الأميال. نعم. ويكلموا بعضهم قبل الموبايلات اللي تطلع دي. إذا جاء خيرا فحمد الله وإذا جاء قدر سيء فيقعوا كفة الذراع برفع هدف الله عنه. ما شاء الله. وهل يظهرون مع الإمام المهدي في آخر الزمان؟ يظهرون. يظهرون. يؤيدون. منهم الأربعين. ما هو قطب واحد عصر. وتحت الوارث حال رسول الله. وتحت منه ثلاثة اللي هو الإمام. نعم وارث رسول الله. نعم تحت منه ثلاثة واحد في المسجد الحرام والأقصى والنبوي. ما شاء الله. وتحت منهم العشرة الكرام المبشرين وتحت العشرة الأربعين وتحت الأربعين السبعين وتحت السبعين 366 على مستوى الكرة الأرضية في المشرق والمغرب. نعم. والعلماء ورثة الأنبياء. أكيد. العلماء تستغفر لهم ملائكة السماء وملائكة الأرض بارك وعالم الله. الإنس وعالم الجن وعالم البحار وعالم الجبال. أحسنت. شو اسم الكريم؟ أنا أبو الطيب. أبو الطيب والنعم أبو الطيب. بارك الله فيك. بارك الله يحفظك. نسألك الدعاء يا أبو الطيب. العفو والعافية يا طيب. استنى أنا هجيب لك شوية فستق صعيد. هذا شو من بركات الإمام البوصيري. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسنت. وفحاتها في الكون عمت وشاع الفضل بين المشرقين فكم نظرت لمحسوب أتاها ففاز بسبيها بالتشريع. إذا المكروب ناداها بصدق تذول كروبه في لحظتين. الله الله
تبقى ربها بالنور لما أحلت بالرضا في الحضرتين بها تتنزل الرحمات فيها ما شاء الله فتقسمها لنا بالراحتين ما شاء الله أتينا حي سيدتي سكينة يا سيدتنا وكيف تردنا صفر اليدين لا إن شاء الله حاشاها أن تردنا صفر اليدين الله عنا وصلى الله عليه وسلم أحسنت بارك الله فيك لمن القصيدة حاجة. هذه القصيدة للشيخ سلام الرياضي وعارف الله مصري انتقل كان يحب السيدة سكينة وكان عندما يأتي إليها يقول هذه القصيدة وهي مكونة من 40 بيت ولكن هذا ملخص الله يبارك فيك الله يشرفها إن شاء الله حوائجك وحوائجنا سألنا الدعاء الفاتحة أحسن بارك الله فيك بسم الله الحمد لله رب العالمين اهدنا صراط الذين انعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم يا الله ان يجعلنا من المحبوبين لديه ومن الراغبين عليه ومن الشاربين من يديه يا الله يا الله بيد امير المؤمنين عليه السلام احسنت اللهم لا تحرمنا في الدنيا من زيارته ولا في الاخره من شفاعته ولا يوم القيامة من صحبته يا ورؤيته الله يا الله وارزقنا رؤيته في الدنيا قضاة ومناما يا الله ولا تفرق بيننا وبينه يوم القيامة يا حتى الله تدخلنا مدخله وتهوينا إلى جواره الكريم يا الله مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين ما شاء الله اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب المشعر الحرام اللهم صل على محمد وآل محمد هذا مقام السيدة رقية بنت الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وأيضا للأمام أيضا إن شاء الله مقام السيدة عاتكة بنت عمرو بن نفيل القرشي وأيضا مقام سيدنا علي بن محمد بن جعفر الصادق عليهم السلام في هذه المنطقة لكن أولا إن شاء الله سندخل إلى مقام السيدة رقية هذا مقامها إن شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم هذا مقام السيدة رقية بنت الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام هاي القطعة إلى نسبها الشريف وهذه إن شاء الله القبة المباركة هذا في الشارع الخلفي لمقام السيدة نفيسة عليها السلام هذا المقام السيدة رقية ندخل إن شاء الله ونتوجه بالزيارة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله هذه موجودة قطعة في باب السيدة بسم الله الرحمن الرحيم فضل زيارة أهل البيت عليهم السلام عن الحسن ابن علي رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إلزموا مودتنا أهل البيت فإنه من لقى الله عز وجل وهو يودنا دخل الجنة بشفاعتنا والذي نفسي بيده لا ينفع عبد عمله إلا بمعرفة حقنا اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد مقام السيدة رقية عليها هل هي مدفونة هنا أو فقط؟ نعم بس تحت الأرض يبقى. نعم بيتها ده كان بيتها كله وهي مدفونة هنا وهي قبرها. أصلا كبرانه أحسنت هنا مجمع أولياء كتير في عامة النبي ستنا عتيقة ما شاء الله وسيدي نعم. علي جعفر بن جعفر الصادق اخو 60 سنه احسنت نعم ازوره لك برضه بارك الله فيك ان شاء الله صل على محمد وال محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا سيدتي وابنه سيدي امير المؤمنين ورحمه الله وبركاته السلام عليك يا سيدتنا ورحمه الله وبركاته. اللهم اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات بحق السيده رقيه بنت امير المؤمنين عليه السلام اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك يا سيدتنا ومولاتنا السيدة
رقية بنت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. السلام عليكم يا سادتي جميعا ورحمة الله وبركاته. هنا في الباب هنا هي عمل ضريح السيدة رقية بنت أمير المؤمنين إمام علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، وشقيقة مولانا العباس. هزبروا يوم البأس الذي أصبح لسنوه ومولاه الإمام الحسين يوم عاشوراء في كربلاء خير مواسم، وزوجة مولانا مسلم بن عقيل الذي أرسله الإمام الحسين عليه السلام إلى الكوفة فقتله الأعداء ظلما وعدوانا، وهي أم محمد وإبراهيم اللذين قتلهم الأعداء. السلام عليك يا مولاتي ورحمة الله وبركاته. زوجة مسلم بن عقيل عليهما السلام. السلام عليك سيدتي ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. مقابل قبر مولاتنا السيدة رقية بنت أمير المؤمنين زوجة مسلم بن عقيل عليه السلام، هنا مقام سيدي علي بن محمد ابن الإمام جعفر الصادق عليهم السلام جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. علي ابن محمد ابن الإمام الصادق عليهم السلام جميعا. السلام عليك يا مولاي ورحمة الله وبركاته. هنا سيدي علي الجعفري ابن جعفر الصادق. أحسنت ما شاء الله. نعم نعم. الست عائشة بنت علي بن محمد ابن الإمام الصادق ابن جعفر الصادق ابن جعفر الصادق. أحسنت. نعم ما شاء الله. السلام عليك يا مولاي ورحمة الله. السلام عليك مولانا ورحمة الله وبركاته. رزقنا الله زيارتكم في الدنيا وشفاعتكم في الآخرة. السلام عليكم وعلى جدكم رسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآله. وحضرتك خادم هنا حال المسجد. الله يبارك فيك موفق إن شاء الله. في زوار يجون هنا كثير كثير. يقولون الله حسن الحلوة ما شاء الله عوزاهم. وفي هنا أحسنت فيه قلت تطلع ريحة طيبة يوم الجمعة. يوم الجمعة في المنطقة هاي شارع الأشراف اسمه شارع الأشراف. ما شاء الله. الله يبارك بك. هاي الخدمة مباركة إن شاء الله. الله يجزيك بالخير إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. هذا قبر مولانا مالك الأشتر النخعي وقبره الشريف المبارك، وهو من حواري أمير المؤمنين عليه السلام. وقد فتح لنا الأخ صلاح خادم هذه الروضة المباركة جزء من القبر، وكانت الرائحة ممكن اشتمها مرة ثانية استاذ صلاح. ايوه رحم الله والديك. هذا جانب من القبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الله. انها رائحة العنبر، رائحة العنبر. انا اشتميت هذه الرائحة في جبل في المدينة المنورة وعند مقام الزهراء عليه السلام داخل الحرم النبوي الشريف. اللهم صل على محمد وآل محمد. نقرأ الزيارة المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الشهداء الصابرين ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أيها الأتقياء الصالحون. السلام عليكم يا أنصار الله. السلام عليكم يا أنصار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وأنصار الإسلام وأهله. السلام على من صبر على عظيم البلاء حتى قتل في سبيل الله وفاز فوزا عظيما في الدرجات العلى مع الأنبياء والمؤمنين والصالحين في أعظم عقالهم وأجل ثنائهم. السلام عليك يا قائد جيش أمير المؤمنين المغوار وصاحب السيف البتار والمسلط على المارقين والناكفين والقاسطين الفجار. السلام عليك يا من نصر ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله في يد وقلبه ولسانه. السلام عليك يا مالك الأشتر المسموم ظلما وعدوانا وصبرا
في سبيل الله ونصرة الحق وأهله. لقد كتب والله، لقد كتب والله مع الصابرين المحتسبين، غير ناكث ولا خائن. لعن الله من قتلك وظلمك واستحل منك المحارم وضاعف عليهم العذاب الأليم. السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، ورزقنا الله مرافقتكم مع النبيين والشهداء والصالحين ومع الصديقين بجوار النبي المختار والأئمة الأطهار عليهم السلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على نبيه وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل على مولانا مالك الأشتر عليه السلام لقضاء الحوائج ولشفاء المرضى ولقضاء حاجة كل من يرى هذا الحقيقة، هذا المقطع. يقرأ إن شاء الله الفاتحة لمولانا مالك الأشتر قبلها الصلاة على محمد وآل محمد. الفاتحة.
شاء الله ما شاء الله. اسمه خوفو؟ أول واحد اسمه خوفو. أول واحد. الثاني اللي بعديه خفرة، الثاني اللي بعديه منقرع على طول. منقرع، زين. أنت قلت هذا يبين، ثاني واحد يبين أكبر لأنه الأرض ما كانتش متطورة. نعم. أول واحد اسمه خوفو وهو الكبير، وخفرع ومنقرع، هاي الثلاثة الأهرامات الكبيرة، وملحق فيها ست أهرامات صغيرة لنساء الفراعنة. نعم، خوفو وخفرع ومنقرع أو منقرع، لأنه الوسط هذا يبين أكبر لظروف التضاريس الظاهر. نعم، وهذا تمثال أبو الهول أمامنا، تمثال أبو الهول، ثلاثة كبيرة الأهرامات وستة صغيرة لنساء الفراعنة. نتنقل بواسطة العربات أو الجمال أو نعم. يلا تفضل. لا حبيب عطال، عمل عم ماشي بده صبح لي عليه وانا بقول له توحشني قوي حبيب عم ماشي. هذا اول واحد الكبير. هذا الكبير. نعم. يعني زين هذا، بس انا لما اطلع فوق نعم هوريك الاختلاف في الطول. نعم احسن، لان الاختلاف إن شاء الله. مش الطول نفسه. نعم. لا، الاختلاف في الارض نفسها، في الارض نفسها، لان زمان قبل السد العالي كان الفيضان بيوصل لحد هنا. نعم، عشان كده هم بنوا الاهرامات. نعم، عبر الفيضان وقع حاجه، لان قعدوا 30 سنه يبنوا الاهرامات. 30 سنه اول ما بنوا هذا الاكبر في البدايه. ولا ده خوف. بدأوا بخوف. الاب والابن والحفيد. الاب والابن والحفيد، هاي على اعتبار نحن هذه الاهرام نحتاج منها. انا والله العظيم بديل يا عم حياتي. لا لا لا، هو عشان ياخد فلوس يا باشا. العيش المصري، واحنا في هذا المطعم الجميل حاجة رايح البحر، هاي السفن والمرفا ما شاء الله. وهذا السيد ابو رفا يحييكم ويقدم لكم احلى السمك. السلام. ما شاء الله. نعم. هذا طريق المطار. نعم. لا أسهل وأفضل وأسهل. مفتوح. نعم. شارع المطار كله اعلانات على اليمين والشمال، على شركات اعلان ماليه مصر ومشاريع تجاريه وجماليه للبلد. هاي لوحات واعلانات على طول الطريق.
الفيديو قد أعجبكم، ولا تنسوا من التسجيل في هذه القناة ليتسنى لأكبر عدد من المشاهدين المشاركة في رؤية هذا العمل، وشكرا لكم.